السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح لكم تحديث جديد مهم جدا، وهو ازاي نعمل ميرور الموبايل على شاشة المولتي ميديا، ونقدر نشغل عليه النافيجيشن على جوجل مابس، وكمان نقدر نشغل عليه اليوتيوب والأفلام والألعاب. الجوجل ماب ظهر قدامكم هنا، ولو دخلنا على اليوتيوب هيشتغل برضو معانا، وزي ما انتم شايفين اليوتيوب شغال، بس الصوت برضو علشان الصوت يشتغل هنا لازم نشغل البلوتوث على الموبايل ونوصله بالبلوتوث على الشاشة هنا، وبعد كده هنسمع الصوت والصورة في العربية، وهوريكم الوقت ازاي. ودلوقتي يلا بينا علشان اشرح لكم بالتفصيل ازاي نحدث السوفت وير بتاع المولتي ميديا في التوكيل، وايه البرامج المطلوبة على الموبايل وننزلها منين. يلا بينا الشرح بعد الفاصل. إذا عجبكم الفيديو أرجو منكم الاشتراك في القناة للحصول على الجديد من الشرح. أول حاجة هندوس على الهوم هنا، علامة البيت، هتجيلنا الشاشة الرئيسية والتطبيق اللي احنا هنبص عليه إذا كان موجود عندنا، اللي اسمه بايدو كار لايف. البايدو كار لايف دوت بيساعد ان ينقل الصورة من الموبايل على الشاشة هنا، بيعمل لها ميرورنج، فدي بتساعدك على انك تشغل جوجل مابس قدامك او عن طريق الموبايل طبعا، بس الصورة هتبقى قدامك على الشاشة، او انك تشغل عليها اليوتيوب، افلام، العاب، صور، اي حاجة تنقلها من الموبايل على الشاشة هنا وهتبقى صوت وصورة. تاني حاجة هتنزل تطبيقين، وهوريك الطريقة اللي هتنزل بيها التطبيقات ديت، واحدة عن طريق الباركود والتانية عن طريق اللينكس، هحط لك اللينكس في الوصف تحت الفيديو، هتلاقي كل اللينكات للاتنين برامج اللي انت محتاجهم علشان تشغل البايدو، وكمان هوريك طريقة التشغيل. اول حاجة هتروح للتوكيل، اذا ما كانش عندك التطبيق دوت موجود هنا روح التوكيل وهو يعمل لك تحديث للسوفت وير عن طريق السيتنج هنا، وبيركب فلاشة يو اس بي، وعن طريق الفلاشة بيعمل تحديث، واخر تحديث الفيرجن بتاعته موجودة قدامكم على الشاشة اهو، هو ده اللي لازم يبقى موجود عندك، وبعدها هيظهر عندك التطبيق هنا، وده بيشتغل على اندرويد وعلى الابل. فيا اما تروح هتنزل تطبيقات من الابل ستور او عن طريق اللينك اللي انا بعتهولك، ده هينزل لك التطبيقات. الخطوة التانية هنروح للموبايل وننزل اتنين برامج، واحد اسمه بايدو والتاني اسمه ديو، والبرامج دي هنزلها اما للايفون او للاندرويد. هتلاقي الوصف للاندرويد والايفون تحت اسفل الفيديو في الوصف. وبالنسبة للاندرويد في طريقة تانية، انك ممكن تنزله بالكيو ار سكانر، وحاول اعمل لكم كيو ار كود للايفون، والطريقة قدامكم على الشاشة طريقة الكيو ار كود ازاي بينزل. اذا نزلها حمل برنامج كيو ار كود سكانر من الاب ستور او من الجوجل بلاي، ويعمل سكان للكود على الشاشة اذا كان تليفونك اندرويد، او من اللينك تحت الفيديو. بعد ما نزلنا البرامج هنشغلهم، هنشغل الديو الاول، هنلاقي ان كل حاجة مكتوبة بالصيني، هيظهر لنا شاشة مكتوب عليها بالصيني، هندوس على المكان المتعلم بالأزرق، وبعدين هتظهر شاشة تاني مكتوبة برضو بالصيني، هندوس برضو على المكان المتعلم بالأزرق. بعدين احنا مش عايزين حاجة من الشاشة دي تاني، هنخرج منها، وبرضو كل ما يسألنا حاجة هندوس عليها نوافق على كل حاجة هتظهر على الشاشة. بعد ما نشغل البايدو أول مرة هندوس على الزرار الخروج من البرنامج، هتظهر عندنا الشاشة ديت، هنروح لآخر حاجة فيها تحت، هنلاقي مكتوب بالصيني وفي نصها مكتوب كار لايف، هنلاقي مكتوب عليها أوف، هنحول الأوف ديت لأون، وبعد كده أي شاشة تظهر لنا نوافق على أي حاجة مكتوبة فيها، وكده البرنامج جاهز للتشغيل والتوصيل في العربية. نوصل التليفون عن طريق الوصلة بتاع اليو اس بي، هنوصلها في اليو اس بي اللي موجود هنا،
علشان اشغل الصوت مع الصورة لقيت ان انا لازم اوصل البلوتوث الاول قبل ما اخش برنامج بايدو. لو عندكم طريقة تانية لتشغيل الصوت مع الصورة يا ريت تبعتولنا في الكومنتس على الطريقة ديت، لان دي الطريقة الوحيدة اللي انا لقيتها ان الصوت بيشتغل مع الصورة. فاول حاجة نخش هنا نوصل الموبايل عن طريق البلوتوث، بعد كده هندوس على البايدو، هتظهر رسالة على الموبايل مكتوب عليها start now وندوس عليها نعمل confirmation، وبعدين هنلاقي رسالة ظهرت على شاشة العربية مرة تاني بتقولك شغل بايدو مرة تاني. هنخش على البايدو وندوس عليه هيشتغل معانا. هي دي الطريقة اللي شغلناه بيها. الخطوات كتيرة في الأول لكن الموضوع بسيط. وشكرا لحسن المتابعة.